نأكد المسألة دي مرة تانية. ده هنا القاعدة ايه؟ قاعدة ايه؟ اطرح. اطرح يعني الـ 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 العمليات كلها تبقى عملية طرح. اطرح ناقص 9. 9 اول عدد بيقول لك العدد الداخلي زائد زائد 8. نرجع هنا بقى نقول ايه؟ كأننا هنقول المسألة اساسها زائد 8 هنطرحها من ناقص 9. هنعمل ايه؟ هننزل ناقص 8 زي ما هي اهي بعد كده بعد المساوي. ايوه هنحط هنا ايه؟ زائد 8. وعملية الطرح هتتحول لعملية جمع والسالب يحول الى موجب. اذا الناتج بقى زائد 8 هنجمعها مع زائد 9 زائد وزائد الشرطين بالزائد يبقى الجمع عادي، يبقى 9 و8 بيساوي 16 صح؟ يلا نحل التانية. بيقول لك ناقص 5 هنطرحها من ناقص 9. يلا طلعها هنا بره كده. هنقول ناقص 5 هنطرحها من افتح جزء ناقص 9. 9 هنعمل ايه؟ هنطرح ناقص 5 زي ما هي. لا بس هنطرح على طول. بس لا لا احنا لازم نحول العمليه لعمليه جمع. هنقول ناقص 5 جوه جوه بعد الاساوي. ماشي بعد الاساوي ناقص 5 والطرح هنعملها ايه؟ جمع. حلو. والناقص هنحولها الى زائد. زائد 9 اصبح عندي هنا ايه؟ ناقص وزائد. طالما شرطين مختلفين يبقى هنعمل ايه؟ هنطرح. يبقى 5 ناقص 9 بتساوي 4 ونحط ايه؟ شرط الكبير. يبقى ايه؟ موجب. موجب. برافو عليك. الأخيرة عبارة عن ايه؟ 3 زائد. ايوه هنطرحها من ناقص 9. ناقص 9. يلا اعملها لي بره كده. زائد 3 هنطرحها من ناقص 9. هتتحول على عملية الطرح لعملية جمع. ننزل الأول زائد 3 زي ما هي. وبعدين نحولها الى جمع ونحط زائد 9. هنعمل ايه بقى؟ اصبح زائد وزائد. يبقى هنجمع 3 زائد 9 بتساوي كام؟ 12. 12 12 وكلها ايه؟ بالموجب. برافو عليك. شوف تحت دي مجموعه للجمع اللي هي دي ومجموعه للطرح اللي هي دي. تعال ناخد الجمع الاول. 15 سالب 15 هنجمعها مع زائد 15 هتطلع صفر. شرطين مختلفتين يبقى ده معكوس جمع يبقى الناتج صفر. برافو. ها اللي بعدها سالب 20 هنجمعها مع زائد 4. شرطين مختلفتين هنحولهم نطرح ونحط إشارة الأكبر. هنطرح منين؟ 4 ناقص 20 يبقى لأ 16. 16 ونحط علامة ناقص السالب يبقى سالب 16. سالب. اللي بعد كده أربعة سالب 14 زائد 8 يبقى ايه؟ علامتين مختلفتين يبقى ايه؟ هنطرح. هنطرح 14 ونشيل منهم 8 يتبقى 6. 6 ونحط سالب. السالب يبقى سالب 6. سالب 6. ماشي؟ طب تعالى نروح للطرح. ها عندنا زائد 5 ونطرحها من زائد 1. ها هنحول العمليه لعمليه جمع. طيب يلا حط بقى الخمسه تنزل زي ما هي. زائد 5 زائد 5 والطرح نحولها الى جمع. جمع. ها تبقى سالب سالب 1. يبقى نعمل ايه بقى؟ ان شرطين مختلفتين هنعمل ايه؟ هنطرح. هنطرح يبقى 5 ناقص 1 يساوي 4 ونحط علامه الكبير اللي هي زائد. يبقى زائد 4. طيب اللي بعدها 4 سالب زائد ناقص 3 سالب. حلو. هنحول العمليه لعمليه جمع. حلو. الاربعه تنزل زي ما هي ناقص 4 هنجمعها مع زائد 3. زائد 3 زائد 3 زائد اصلا زائد 3 زائد 3 هتعمل ايه بقى؟ علامتين مختلفتين يبقى هنطرح. يبقى هنطرح هيطلع 1 سالب 1. سالب 1. برافو عليك. يلا 2 زائد ناقص 3 زائد. بس احنا دايما نقول الرقم الاولاني يعني الاشاره يعني موجب 2 هنطرحها من موجب 3. موجب 3 العمليه موجب 2 الاول زي ما هي. ايوه. وبعدين الطرح نحولها الى جمع. جمع والثلاثه تبقى سالب 3. اشارتين مختلفتين هنطرح. هنطرح هيطلع 2 ناقص 3 يساوي 1. واحد. والإشارة هتبقى بالإيه؟ بالسالب. بالسالب.
سالب 3. سالب 3. برافو عليك. شكرا.